ورغم ان هو كسب في السوبر، لكن ده عشان الراجل ما عندوش حسابات وما عندوش اتجاهات وما عندوش اي حاجه يعني يخاف منها، فبيقول الحقيقه لان ده كسب الدوري، ده كسب الدوري. اوكي، فانت الحاجات اللي بتتعلمها او اللي انت عارفها بدا حتى يبقى فيها خلل بالنسبه لنا. الناس بتقعد تقول لك انت ما تتكلمش او ما تطلعش او ما تظهرش او ما تقولش حاجه عشان في حاجات معينه، لكن انا عندي وجهه نظر وهفضل مصمم بيها. ترك الساحه، ترك الساحه لعالم افاقه مش هيودي غير للنتائج اللي انت هتشوفها، بلبله في الفكر، بلبله في الفكر. الناس كلها بتروح لحاجه يعني خطيره جدا. يعني النهارده انا لاعب 21 مباراه، انا ما بلومش يعني بلوم نفسي وبلوم الجهاز وبلوم اللعيبه، بلومهم في حاجات كثيره جدا، لان انت يعني في اوقات كثيره نتكلم بالعاميه كده يعني بتشمت فيك الاسوء واللي ما سواش، اللي بيتكلم بمنطق واللي ما بيتكلمش بمنطق.